اسم عيسى ابن مريم أعزك بمحطة، اسم عيسى ابن مريم أعزك بمحطة. حسين برسالة مرحلية خلدها التاريخ، ذلك لأن معانيها وأهدافها إعلاء كلمة الله، وكلمة الله هي كلمة الحق، وكلمة الحق هي منهج الإمام الحسين في حله وترحاله حتى استشهاده في سبيل الله. ما أروع كلماته حين قال: سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا نوى حقا وجاهد مسلما. وقد تجلى فكر الإمام حين أعلن أنه لم يأتي باحثا عن شر أو طامعا بحكم: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين. لقد حاولوا تجبين الإمام الحسين وهو في الطريق إلى الكوفة، لكنه لم يكترث بل ما سمع، مضى في طريقه إلى الموت عارفا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. مأجورين، جزاكم الله كل خير. مأجورين هاي وقفة للتاريخ، نشكرها. المسيح ومريم يشهدون على وقفتكم. الله واجع، الله واجع. تعال تعال شيخنا، ثلاث كلام. احنا نشكر الطائفة المسيحية لمشاركتها، عزائنا عزاء الإمام الحسين، والإمام الحسين مو فقط للمسلمين، لا للإنسانية عامة. أسأل الله يوفق الجميع خدمة الإمام الحسين، زوار الإمام الله يوفقه. وبضرب حيدر مكان عمر 10 سنين. أنا مسيحي وما بتخلى عن دينه وبدلني مسيحي، بس بعمل هالشي كله كرمال حب أهل البيت والحسين والإمام الحسين، مش بس للشيعة، الإمام الحسين لكل مظلوم على وشك الأرضية. وتعلمت من حسين كيف أكون مظلوماً وأنتصر. المسيح للأبد يا علي مدد، والسيف إمام علي، والصليب هون، رافدي تكوين 13 يوم عندي هون، Jesus is my savior، كن ربه وخلصنا. أنا من لما كان عمري 8 سنين بضرب حيدر ومسيحي وما بتخلى عن ديني يعني، وهي هيدا الصليب. عن بعض أنصار وأولاد علي بن أبي طالب، كان الأمويين والحكم الأموي ضدهم، فواحد منهم بيقول إيه: أحب الحسين بن علي ولكنما لساني عليه وقلبي معه. لساني عليه أكلم ضده وقلبي معه. أحب الحسين ولكنما لساني عليه وقلبي معه، حبست لساني عن نفسه حذار أمية أن تقطعه.